المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث يشجعني وحديث حبيب إلى النفس قريب إلى القرآن تتلذذ به القلوب والعقول إنه حديث أعظم حبيب وأعظم حبيب خلقه الله عز وجل الذي بعثه إلى الناس هادية ومبشرا من النار وسراجا من النار إنه محمد صلى الله عليه وسلم نبي العرب والعجم وإمام الرسل وسيد الأنبياء والأولياء والمرسلين وسيد البشر جمعا أيها الإخوة والأخوات الكرام إنه لا يخفى عليكم على أنه إيمان بالسيرة النبوية العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته بجميع ما عاشه وما يحتاج إليه الإنسان أسوة حسنة وقدوة كاملة ونبوة مثالية فلما